كابتن ايمن، طبعا في البدايه برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكبار والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد ببارك لك يا كابتن ايمن وكل جمهور النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي يعني على نادي مونتيري المكسيك النهارده بهدف يعني مقابل لا شيء. يمكن النهارده يعني بعد المباراه يعني اخيرا النادي الاهلي رفع شعار الاهلي بمن حضر، وطبعا احنا متواجدين مع حضرتك داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره ولقاءات طبعا مع اعضاء النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي النهارده. طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه بقى رايك طبعا في المباراه النهارده، والنهارده يعني يمكن طبعا مستر بيتو موسيماني اختار النهارده 11 لاعب الحمد لله قدروا نزلوا ان هم يحققوا الفوز النهارده ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. الحمد لله الاهلي طبعا معودنا اللعيبه كلها رجاله، والعراق بلا تصدف اي وقت، والاهلي فوق الجميع، ده مش عادات النادي الاهلي كله رجاله. وببارك الكابتن ايمن وكل الناس الجهاز كله، الحمد لله. ودي النادي الاهلي فعلا صح، وقت شده تملي بيبان الرجاله بتاعته بتظهر، كلهم رجاله وكلهم لعيبه، والحمد لله الحمد لله يا رب. بتقول ايه للعيبه والجهاز الفني؟ الف مبروك، وان شاء الله الماتش الجاي هيبقى يقدموا احسن واحسن، وهو دي الرجاله، وهو ده شعار النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي يا جماعه. الف مبروك. اهلي. ايه رايك في المباراه وتحب تقول ايه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني؟ رجاله بمعنى كلمه رجاله، وهم دول الاهلي، هو ده الحب بتاع الاهلي، هو ده التضحيه، هي دي الرجاله في وقت الشدائد ووقت الصعاب وحاجات كتير جدا جدا. حب نادي الاهلي دي حاجه كبيره قوي. اهلي 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 النادي الاهلي طبعا يعني مر بظروف صعبه الفتره الماضيه، ويمكن يعني خسر بعض اللعيبه للاصابات او تواجدهم طبعا مع المنتخب الوطني عشان يعني طبعا في بطوله كاس الامم الافريقيه، ولكن جميع يعني جماهير النادي الاهلي واللعيبه كانوا واثقين ان هم ان شاء الله يحققوا الفوز ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. تمام، في البدايه بس احب اشكر الكابتن ايمن شوقي وضيوفه اللي في الاستوديو، واشكر حضرتك طبعا والجماهير كلها، واحب اشكر الكابتن محمود الخطيب وكابتن موسيماني والجهاز الفني كله واللعيبه. تمام، الاهلي طبعا بمن حضر، في لعيبه عندنا كتير مع المنتخب ده بيأدي الدور الوطني بتاعه، مش فارق معانا برضو اي حاجه، وفي لعيبه كتير مصابه، واخيرا عمار حمدي لسه امبارح او اول امبارح تقريبا. فطبعا انا ببارك للعيبه كلها والاهلي بمن حضر طبعا، واحنا كسبنا 1-0، وان شاء الله الماتش الجاي برضه هنكسبه ونقابل تشيلسي في النهائي ان شاء الله. ان شاء الله مليون مبروك طبعا، ببارك لك النهارده فوز نادي الاهلي وتاهله للمباراه القادمه ان شاء الله في بطوله كاس العالم. تحب تقول ايه للجهاز الفني واللعيبه؟ للجهاز الفني كله والله العظيم وحدث بالله، جهاز الكوره والجهاز الفني واللعيبه مجلس الاداره كلهم النهارده مع اللعيبه كلها، 11 لعيب النهارده، مش 11 لعيب، 15 لعيب، وباذن الله باذن الله ان شاء الله نوصل للنهائي باذن الله، موجود ان شاء الله بكره مع مصر باذن الله، مع المنتخب باذن الله برضه معاهم باذن الله، ربنا معانا وربنا يوفق ان شاء الله مصر، ووفق ان شاء الله رئاسه الجمهوريه انه يبقى معانا ان شاء الله باذن الله. مبارك لك مليون مبروك. رايك ايه في اداء اللعيبه النهارده في المباراه؟ فيك اللعيبه بصراحه النهارده رجاله، واي لعيب النادي الاهلي بيلبس الفانيله الحمراء بيلعب بجهد وبيلعب باخلاص وبيدي مهما كان ناشئين او صغيرين، لكن ان شاء الله باذن الله هنوصل وهنلعب في النهائي باذن الله في كاس العالم باذن الله ان شاء الله باذن الله. طبعا لحضرتك جدا، ورايك ايه في المباراه وتحب ايه تقول ايه للجهاز الفني واللعيبه؟ الحمد لله الماتش خلص 1-0 للنادي الاهلي، وعقبال بكره باذن الله، اهم حاجه بكره عندنا بان مصر تاخد بطوله افريقيا ونلعب دور النص النهائي باذن الله، الاهلي ويوفق النادي الاهلي باذن الله. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، وطبعا فرحه يعني اعضاء النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا بعد فوز النادي الاهلي. تحب تقول ايه للعيبه والجهاز الفني؟ الف مبروك للنادي الاهلي نادي القرن، الف مبروك، وعقبال الماتش الجاي ان شاء الله. شفت الماتش؟ ها النادي الاهلي طيب طبعا بمن حضر، النادي الاهلي فريق كبير جدا على ان هو يشرفنا كده، النادي الاهلي يعني حاجه كبيره جدا لكل واحد اهلاوي، وان شاء الله ربنا معايا يوم 9 ضد بالميراس، وان شاء الله نوصل نهائي وناخد البطوله ان شاء الله. عايز اقول هو ده النادي الاهلي، وهي دي لعيبه النادي الاهلي، وهي دي روح الفانيلا الحمراء، وهي دي روح النادي الاهلي. وعايز اقول اوجه كلمه شكر للمظلوم اعلاميا مستر بيتسو ميسوماني، ثانك يو مستر ميسوماني، هو ده مستر ميسوماني، لن يخذلك ابدا في اي مواجهه كبرى، في اي بطوله، في اي موعد، عند موجود في الميعاد وفي الزمان. شكرا مستر ميسوماني، لازم ياخد حقه يا جماعه، لازم نديله حقه، لازم نديله حقه شويه اعلاميا،
والماتش ده هيرفع روح لعيبه الاهلي اللي في المنتخب، وان شاء الله بكره مصر هتكسب النهائي، وان شاء الله الفرحه هتبقى فرحتين بكره. وشكرا للنادي الاهلي وشكرا لجمهور النادي الاهلي. طبعا يا كابتن ايمن زي ما حضرتك شايفين يمكن فرحه طبعا يعني جماهير واعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. والان العوده مره اخرى للاستوديو. بص كده اهو.